السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أكلمكم عن سماعة الأسترو إيتن نسخة The Legend of Zelda Breath of the Wild. طبعا السماعة تأتي بسعر $60 فقط، وهي امتداد لسلسلة اكسسوارات شركة أسترو في مجال السماعات. نسخة زلدة لا تختلف كثيرا عن النسخة العادية، إلا أنها تأتي بشكل رائع مستوحى من اللعبة الأسطورية The Legend of Zelda Breath of the Wild. مكونات الصندوق هي السماعة ووصلة أو سلك 3.5 جاك المعروف، بالإضافة إلى السلك الخاص بالبارت الصوتي لجهاز نينتندو سويتش. أول ما نفتح العلبة نشوف كتيب السماعة ويحتوي على خصائص السماعة وطريقة استخدامها وكيفية تشغيلها. أول شيء بنتكلم عنه هي وصلة 3.5 جاك، واللي هي الوصلة الاعتيادية المستخدمة في الكثير من الأجهزة والإكسسوارات الصوتية، وهذه الوصلة تربط السماعة بفتحة الصوت الموجودة في جهاز السويتش. وأيضا هذه الوصلة تمكنك من رفع أو خفض الصوت بواسطتها. أما القطعة الثانية فهي خاصة بالبارت الصوتي لتطبيق نينتندو لألعاب الأونلاين. أول فتحة يتم ربط سلك 3.5 مع سلكين آخرين يتم ربطهما في السويتش وفي الهواتف الذكية. من ميزات السماعة هي خفة وزنها وقوة تحملها للصدمات أو السقوط، أيضا المرونة اللي فيها، وأيضا شعار لعبة زلدة الذهبي يعطي السماعة شكل مميز رائع. فيما يخص السماعات فهي مغطاة بطبقة إسفنجية مريحة للأذنين وقطعة أخرى فوق الرأس. جودة الصوت جيدة جدا صراحة. وأما بخصوص المايك ففيه خاصية كثير منكم يعرفها، وهي أنك إذا رفعت المايك بشكل مستقيم للأعلى راح يقطع الصوت، أو بمعنى ثاني يتحول إلى الميوت. ومن خلال التجربة بصراحة الصوت ترى وايد واضح. نستعرض معا بصورة سريعة كيفية شبك السلك العادي في جهاز السويتش مباشرة، وبعدين كيف شبك السلك الآخر لاستخدام تطبيق نينتندو للألعاب الأونلاين. خلاصة الكلام ان السماعة ممتازة للي يدور عن سماعة ذات سعر مناسب ومواصفات مناسبة، واقدر اني اقارن موديل الاسترو ايتن بسماعات البلاي ستيشن المحيطية من ناحية السعر والجودة. اما ما يعيب هذه السماعة فهي عدم وجود الصوت المحيطي 7.1، واللي هو يكون مع السماعات ذات النوع الممتاز، ولكن كل شيء بسعره.